السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير. ألوغ كاينين الناس كيتسائلوا اللي دايرين بيولوجي أو اللي مازال ما دايرينش بيولوجي كيفكروا يديروها بعد الباك، أو اللي الناس اللي يلاه تقيدوا وكيفكروا شنو هما الآفاق ديال البيولوجي. هذا هو السؤال الكبير اللي كيتطرح عند أي واحد، سواء اللي دار البيولوجي عن حب، سواء اللي دار البيولوجي حيت باغي يخدم بها او يدير بها شي لعبه، وسواء اللي دار البيولوجي حيت تبع صحابو مع الخامه يدير دار البيولوجي. الوغ كاين جوج حوايج ملي كتقرا بيولوجي، يا اما غتبغي تكمل القرايه يا اما غتبغي تخدم. انت كتشوف الطريق، يعني اللي عندك الامكانيات الفلوس وميسور الحال، فمن الأحسن تكمل القراية. إذا كنتي محتاج تخدم وما عندكش الجد ديال القراية بأنه كتعتبره مضيع الوقت ومضيع العمر، فخاصك تخدم. ألوغ ملي كتقرا البيولوجي وتبغي تكمل القراية ديالك، داكشي اللي كنعرفو كاملين أنك تقدر تقرا ماستر ولا الدكتوره. ما غاديش نهضر على كيفاش غتقرا ماستر والمدارس اللي غتدفع عليهم، حيت ملي غتشد ليسونس راك صافي غتعرف هذا الشيء. يعني ضروري من ليسونس باش تدفع الماستر، يعني غتعرف هذا الشيء، وملي تشد ماستر غتدفع الدكتور، يعني هذا الشيء كامل غتعرفه من بعد. انا دابا غنجاوب على الاسئله اللي كينعس البيولوجي كيفكر فيهم باش يرسم المسار ديالو ويعرف شنو كيدير شنو. كاينين حيت كاين بزاف ديال لابوراتوار، هكا اللي علاش كيقولوا البيولوجيا فيها افاق، ممكن تفعل بزاف ديال الحوايج. وغير لي لابوراتوار فيهم اعداد حتى البوليس حتى لي زاد هذا لي زانستري، عطا الله الخير في هذا الشيء. هذا المهم، هادو هما الخدمين اللي يمكن لك تخدم بهم في البيولوجي. بالنسبه لي لابوراتوار، من بين لي لابوراتوار اللي كاينين ديال الدوله، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ليزامونديس المعهد الوطني للبحث الزراعي، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. هذه الاختصار هو الشرح ديالو. هذا المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكاين لانستيتو باستور. باستور عارف كل شيء، هذا فاش كيدير، هذوك فاش بداو كيديروا التحاليل ديال كورونا ما تخربوش في سطرو باستوريفيكاسيون داكشي. اسكاتر ماستر
تقراوها في السكاتر باش كاين الميكرو. بالنسبة لإبنوزا البوليس يمكن لك في البوليس الدفاع لضابط شرطة، يمكن لك الدفاع لضابط أمن، يمكن لك الدفاع لمفتش الشرطة أو الشرطة العلمية. الشرطة العلمية اللي ما عارفهاش كل شيء أنه يمكن لك الدفاع لها بلا بيولوجي، ولكن خصك ضروري تدخل للشرطة ودوز فيها شوية، يعني الكونكور كيخرجوه الناس اللي ديجا داخلين البوليس باش يدوزوا ويدخلوا للشرطة العلمية. يا لوخ هادشي اللي كاين ببساطة شديدة، باش ما تبقاش مبرزط راسك اشنو ممكن ندير بلا بيولوجي. هادشي اللي كاين هو في هاد الورقة هادي، سكرينيوها على لابوراتوار اللي كاينين. البوليس اش ممكن دير في البوليس؟ السلام عليكم ورحمة الله.